أستاذ محمد حضرتك اتأخرت ليه؟ أبداً لسه جاي من الجيم. Today we're gonna have the second part of adjectives and their prepositions. يعني أنا مدرسة لغة عربية ولا لغة إنجليزية؟ فربي على بتحرجني قدام معالي الوزير. لا أنا ما أقصدش أحرج حضرتك ولا حاجة خالص والله، أنا قصدي إن إحنا النهاردة هنتكلم على صفات في الإنجليش، الصفات في اللغة الإنجليزية وحروف جر معينة بتيجي معاها. هتعرف ازاي الحروف الجر ديت من خلال قاعده هديها لك النهارده، مش هتخليك تحفظ بعد كده خالص، وهتنبسط جدا 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 جدا. انت بتتكلم بجد ولا بكلم؟ والله بتكلم بجد. يلا بينا. عندنا النهارده 3 حروف جر مهمين جدا 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 وبنستخدمهم تقريبا في اللغه الانجليزيه كل يوم، حرف الجر at، حرف الجر to، وحرف الجر by. هنتعلمهم النهارده بقواعد بسيطه جدا، وهنتعلم الصفات اللي بتيجي معاهم زي ما اتفرجنا على الحلقة الأولى. ولو انت لسه متابعني جديد ومتفرجش على الحلقة الأولى هتلاقي اللينك بتاعها أنا سايبه لك في الديسكريبشن. خلينا أقولك كمان إن الإكسبشنز الاستثناءات والصفة اللي بيجي معاها أكتر من حرف جر هتكلم عليها إن شاء الله في الحلقة الأخيرة من السلسلة دي. أول حرف جر معانا وهو at. at بتيجي مع السكيلز والأبيليتيز، يعني الصفات اللي بتعبر عن المهارة وبتعبر عن القدرة. يعني من الآخر لما تحب تقول إنك كويس في حاجة أو مش كويس في حاجة، at بتيجي مع صفات زي good، زي nice، زي skillful، مهاري، زي brilliant، زي excellent. خلينا أديك مثال. لو أنا عاوز أقول أنا جيد في اللغة الإنجليزية هقول بالإنجليش I am good at English. لو عاوزين نقول ان ميسي حريف او كويس في الكورة عشان الناس اللي زعلت لما احنا اتكلمنا او شتمنا ميسي، فدلوقتي بنقول مثلا ميسي is skillful at soccer. soccer اللي هي كرة القدم باللغة الامريكية باللهجة الامريكية، طبعا football بالبريطاني. في نفس الوقت برضو بنستخدم at لما احب اقول انا مش كويس في حاجة، فبنستخدمها مع صفات زي bad، بنستخدمها مع صفات زي awful، بنستخدمها مع صفة زي terrible، وكلهم معناهم سيء أو مش جيد. لما أحب أقول مثلا إيه أنا سيء في المذاكرة I'm bad at studying. I'm bad at studying. عاوزين نقول مثلا هي سيئة جدا في الطبخ She's terrible. She's terrible at cooking. كده at. حرف الجر تو بنستخدمه مع الصفات اللي بتعبر عن البيهيفير. بيهيفير يعني السلوك، سلوكك اتجاه الاخرين. يعني مثلا لو عاوز تقول صفات مثلا زي فريندلي ودود، unfriendly العكس بتاعها مش ودود، مين اللي هي بمعنى خبيث، رود وقح، وهكذا. اي صفة بتعبر عن سلوكك مع الاخرين. يعني مثلا لو انا عاوز اقول ان محمد سيء في التعامل مع الناس او وقح في التعامل مع الناس، فحقول مثلا ايه محمد is rude to others. polite معناها مؤدب، فلعاوزين مثلا نقول she's polite to her teacher، يعني هي مؤدبة في للتيتشر بتاعها او لما بتيجي تتعامل مع المدرس بتاعها. عاوز اقول مثلا انا ودود مع اصدقائي، فحقول I'm friendly to my friends. I'm friendly to my friends. فانتوا شايفين اي صفة بقى بتتعامل مع البيهيفير او السلوك. في صفات كتير زي كده. كمان بنستخدم to لما نحب نعبر عن الريليشنز، يعني علاقتك بالاخرين. زي مثلا she's married to him. هي متجوزة. علاقتها بيه ايه؟ متجوزة. she's married to him. مثلا لو عاوز اقول انا ضده دايما او احنا راينا مختلف، فممكن اقول مثلا I'm opposite to him. انا بعبر على علاقتي بيه. طب انا عاوز اقول انا متشابه معاه، I'm similar to him. اوكي، عندنا married to، عندنا opposite to، عندنا similar to، عندنا related to. دي كلها حاجات بتعبر عن علاقتك بالاخرين. اخر حاجه معانا النهارده وهي باي. باي بنستخدمها مع الصفات اللي بتعبر عن الرياكشن بتاعك او رد فعلك لحاجه حصلت. يعني مثلا خلينا نقول ان انت شفت واحد
ساحر، ساحر فظيع جدا، بيعمل تريكس وانت مش عارف هو بيعملها ازاي، فانت مندهش. فهتقول مثلا ان انجلش ده رد فعلك بقى بعد ما بتشوف الفقرات اللي هو عملها. I'm amazed by his tricks. طيب عاوز مثلا تقول انا متفاجئ باداء الفريق دوت. I'm surprised by the performance of this team. I'm surprised by the performance of this team. انا متفاجئ، فده رد فعلك. فبنستخدمها مع صفات زي amazed، مندهش، واي حاجه بقى بمعنى مندهش، astonished، surprised، متفاجئ، مصدوم، لو انت مصدوم من حاجه ده رد فعلك، shocked. باي بنستخدمها مع reactions، يعني لما تحب صفات ليها علاقه برد فعلك. تمام. That's all for today. لو الفيديو عجبك وبرضه حسيت ان انت خدت قاعده بسيطه لذيذه من حروف الجر اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده، share and like. Thank you and wish you all the best.